السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم. دي الحلقة رقم 11 من كورس الـ Pronunciation أو كورس النطق، وده بنتعلم منه النطق الأمريكان. وزي ما اتفقنا ده هيساعدنا إن أنا أقدر أفهم الأجانب لما أجي أسمعهم أو لما أجي أتكلم اللي قدامي يقدر يفهمني. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن نطق الـ TU والـ TY. TU والـ TY. الفيديو كالعادة متقسم أربع أجزاء، أول حاجة بنعرف النطق الغلط، تاني حاجة بنعرف النطق الصح، بعد كده بنعرف القاعدة بتاعتنا ازاي انطقها وامتى انطقها، ورابع حاجة عندنا شوية امثلة عشان نطبق على المعلومات اللي احنا اخدناها. اول حاجة معانا اللي هي النطق الغلط، situation 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 statue 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 don't you don't you don't you. طيب تاني حاجة معانا تعالوا نعرف النطق الصح، situation 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 statue 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 don't you don't you don't you don't you don't you. تالت حاجة معانا اللي هي قاعدة، وقاعدة هنا باختصار لما تيجي تلاقي تي يو او التي واي هتحط ما بينهم اس اتش اس اتش او ش ش، فبدل ما تقول situation هتقول situation 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 situation، بدل ما تقول statue 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 هتزود SH ما بين الـ TU أو الـ TY، فبدل ما تقول don't you هتقول don't you don't you don't you don't you don't you. تعالوا ناخد بعض الأمثلة عشان نطبق القاعدة أكتر، situation 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 ritual 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 adventure 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 fortunate 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 nature 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 picture 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 actually 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 don't you don't you don't you won't you won't you won't you won't you can't you can't you can't you can't you aren't you aren't you aren't you aren't you. ودي كانت حلقتنا النهارده، يا رب تكونوا استفدتوا، وما تنسوش تشوفوا الحلقات اللي فاتت على القناه. لو عندك اي اسئله اكتبها لي في الكومنتس وارد عليك، ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، وتشير الفيديو عشان غيرك يستفيد. شكرا لكم، باي باي.